خلال سنوات قليلة يلامس عدد البشرية 10 بلايين نسمة، ومع شح المياه الذي يعاني منه كوكبنا إلى جانب تبخر مصادر أخرى كانت متوافرة، بات من الضروري اللجوء إلى التكنولوجيا حتى في مجال الزراعة، وهو ما تفعله مزارع Local Roots التي يمكن أن نعدها مستقبل الزراعة الحديث. الزراعة التقليدية فيها الكثير من الهدر وعدم الكفاءة من عدة مصادر، فلنركز على الماء فحسب كمثال. الزراعة الخارجية تتطلب الكثير من المياه لري الحقول. هناك طرق وأنواع مختلفة للري، لكن عليك أن تتعامل مع جريان المياه وتبخرها، وبالتالي هناك الكثير من الهدر تحديدا لناحية المياه. تتميز هذه المزارع بنظام ري ممكنن ومغلق على شكل حلقات، حيث تصب المياه المستخدمة لري النباتات في خزان محدد ليعاد بعدها مدها بالمغذيات وتقديمها للنباتات، شريطة ألا يستخدم القيمون على المزارع أي نوع من المبيدات، وبالتالي فإن منتجاتهم صحية بامتياز. نظام الإضاءة لدينا هو الثنائي الباعث للضوء، بحيث صممنا وهندسنا تركيبات وثنائيات خاصة بنا، وبتنا قادرين على السيطرة على الطول الموجي الدقيق وطيف الفوتون الذي تحتاجه كل نبتة، وبالتالي يمكننا أن نضبط الضوء لنخلق البناء الضوئي المطلوب لكل بذرة ومحصول. في Local Roots هم قادرون على إنتاج النباتات والمحاصيل بسرعة مضاعفة عن تلك التي تتم في زراعة الحقول الخارجية، وذلك بسبب ابتكارهم أنماط طقس مثالية داخل المزارع لتنمو النباتات على مدار العام. لأننا موجودون في بيئة يتم التحكم بها، لدينا القدرة ليس فقط لنضبط طيف الضوء، لكن أيضا أن نمنح النباتات عناصر غذائية محددة. كل هذه العوامل يتضمنها نظام المناخ وتدفق الهواء، وبالتالي نحن قادرون على هندسة النكهات للنباتات بشكل فردي بمجرد التحكم بطيف الضوء والعناصر الغذائية التي نمنحها، وهذا يتأتى عنه منتوجات مشبعة أكثر بالنكهات. يطمح القيمون على الشركة المشغلة لهذه المزارع أن يكونوا من أوائل الذين ينقلون الزراعة إلى سطح المريخ أو الطريق المؤدية إليه، وهم في هذا المجال يدرسون خياراتهم مع فريق هندسي يحاول أولاً حل أزمة الجاذبية. اخترنا حاوية شحن مبردة بحجم 40 قدما لعدة أسباب، من بينها أن البنية التحتية موجودة على نطاق عالمي، فحاويات الشحن موجودة حول العالم ويمكن نقلها من مكان لآخر، وقد اخترناها أيضا لأنه يمكننا أن ننتجها بشكل ضخم، إذ لدينا عوامل تسمح بإنتاجها على نحو كبير وشحنها إلى جميع أنحاء العالم، وبالتالي نحن محايدون تماما تجاه البيئة، ويمكننا أن نكون داخل دبي في الشتاء حيث ننبت طعاما طازجا مستخدمين نسبة 1% من المياه التي يحتاجها مزارع في الهواء الطلق، فيما يعادل 5 فدادين من الأرض الزراعية. رغم التكنولوجيا والقيم المضافة التي يمكن للمستهلك أن يحصل عليها من خلال هذه الزراعة التي تحاكي المستقبل، تعد أسعار المنتجات مقبولة، وهي تتكافأ مع أسعار المنتجات العضوية العادية، وفي هذا إنجاز مميز. الخطوة التالية هي تكنولوجيا علم النبات والتي تتطور بشكل سريع، وطالما نستمر باحتضان وابتكار التكنولوجيا ونركز على علم النبات، وربما نعمل على برامج تربية وإنبات بذور مخصصة لبيئتنا، سنتمكن من جعل كفاءاتنا أفضل لننتج المزيد من الطعام لسكان العالم. بدلاً من التنقل بين الحقول بملابس الزراعة، بات بإمكان المزارعين العناية بمنتجاتهم من خلال تطبيقات ذكية ومزارع مغلقة توفر الماء والمساحة والمصاريف، وإن غداً لناظره قريب،
فالتكنولوجيا تستمر بمفاجأتنا يوما تلو الآخر.